اهلا بكم في حلقه جديده من ارت لاب. انا احمد عبوده. فيلم النهارده مامي. الفيلم بيحكي قصة أرملة في كندا عندها 46 سنة بتكافح في الحياة عشان تقدر تعيش وتصرف على ابنها المراهق العنيف جدا، ولكن بتلاقي بعض الأمل لما بتدخل جارتهم في حياتها. الفيلم من إخراج وكتابة إكزافيه دولان توادروس، وهو مخرج كندي من أصول مصرية. أول فيلم ليه عمله هو عنده 19 سنة، والفيلم ده عمله هو عنده 27 سنة. مدير التصوير هو أندريا توربين، وهنا ليه دور عظيم جدا لأن الفيلم معمول بأسبكت ريشيو مختلفة شوية غير شائعة إطلاقا في السينما، وهي 1:1، يعني الشاشة عبارة عن مربع كامل. طبعا ده بياخد مجهود شديد جدا في تهيئة التصوير وفي الإضاءة وفي الكومبوزيشن وتركيب المشهد، وهو هنا بيعمل ده بشكل جميل جدا. الموسيقى التصويرية من نويا، وإن كان بيبقى معاها مجموعة من الأغاني أثناء طوال مدة الفيلم، دولان هنا بيستخدم الأغاني بشكل متواصل أثناء الفيلم. الفيلم من بطولة أني دورفال في دور ديان الأم، وبيشاركها البطولة الرائع أنتون أوليفييه بيلون، وهو هنا بيقوم بدور ستيف ابنها، ومعاهم سوزان كليمنت في دور كايلا الجارة. الفيلم بيبدأ بمشهد لديان وهي واقفة في حقل كده وبتمسك تفاحة، مشهد حالم جدا وشكله رومانسي جدا، ولكن بيتقطع على حادثة. بتعمل حادثة بالعربية وبنشوفها وهي قدام منزل منها وبيكلموها عشان تروح تاخد ابنها. بتروح تاخد ابنها من المصحة، وهو هناك بتتكلم مع مديرة المصحة اللي بتقول لها ان هم فشلوا تماما مع ابنها، وان هو ولع في الكافيتيريا، ان هو خارج تماما عن السيطرة، وبتقترح عليها فورم او نوع من الطلب اسمه S14. ايه هو S14؟ احنا ما نعرفش طبعا. عنيف بشكل غير عادي، هو مجرد ما بيطلع على الشاشة الكاميرا بتتهز، ما بيثبتش تماما، هايبر اكتف بشكل غير عادي. اداء الممثل اوليفييه بيلون هنا فعلا بيأدي الدور وكأنه الشخصية دي حقيقية 100%. وجوده على الشاشة بيسبب لنا نوع من الارهاق النفسي، فعلا شخصية متعبة جدا ان انت تفضل تتابعها طول ما هو بيتحرك وطول ما هو بيتكلم وطول ما هو بيشتم وطول ما هو عمال يروح يمين وشمال ويزعق ويشاكل في الناس، ما بيهمتش نهائيا. الصورة بيبقى فيها بقى بمجرد ما بيجتمعوا مع بعض نوع من الدفء، بنحس ان في حب، هي فعلا بتحب ابنها وهو بيحبها جدا. بيشرب سيجارة والناس بتقف تقعد تبص لهم وتبص لها باحتقار على انها ام فاشلة. هنا بقى بنحس بالمشكلة نوعا ما. الولد كان في مصحة او مدرسة داخلية لتقويم السلوك، طرد منها، الولد صعب جدا وهي ام وحيدة. بنشوفه بعد كده وهو في البيت بيمسك صورة ابوه، واللي بنفهمه ان ابوه متوفي. طبعا الام طول ما هي قاعدة بتشرب سجاير او بتشرب اي نوع من انواع الخمور، الصبح بدري بتحط في مج القهوه خمره، تتعامل عادي جدا وبتغسل غسيل وبتروح وبتيجي وبتكلم ابنها وبتحاول تتعامل معاه. طبعا ده يخلينا نحكم عليها ان هي ام فاشله. بتبص من الشباك وبتشوف جارتها في الناحيه الثانيه، منظرها وهي واقفه بتبص من الشباك، الشباك كله مغبش، كان في امل في الناحيه الثانيه، كان في حاجه في الناحيه الثانيه مستنياهم، وكانما هي محتاجه حد ينتشلها من جوه. البيتين مرايه لبعض بشكل ما، بس احنا لسه مش عارفين ايه المشكلة. مشكلة في البيت التاني. بتاخد ابنها معاها وبتروح الشغل، بيحصل مشكلة في الشغل وبتترفد، أعصابها بتتعب شوية وبتنهار شوية. وبنشوفها بقى هنا استخدام الأغاني من دولان، هو استخدام جريء جدا إن مخرج يستخدم أغنية كاملة أو مقطع كامل من الأغنية على مشهد طويل من الفيلم، ولكن إحنا بنزهقش خالص من ده. أحيانا بتعبر عن اللي جوه الشخصيات، وأحيانا بيستخدمها للمود، بس في المجمل استخدامها رائع جدا. طبعا ابنها ولأن هو تقريبا ما بيعملش حاجة صح خالص بيحاول يساعدها، يروح السوبر ماركت يسرقه. بنشوفه وهو راجع مبسوط جدا وحاسس بالانجاز، وطبعا بيحاول يعبر عن حبه ليها وبيحاول يساعدها، للاسف بطريقته بيتخانقوا. الموضوع بينهم بقى بيقلب بعنف شديد جدا في مشهد مخيف جدا، وبنفهم بقى هنا المشكله الحقيقيه ان الولد بتجيله نوبات من الغضب، فعلا خطر على امه وعلى نفسه. وبتخش بعد كده تجري تستخبى في اوضه وبتقفل على نفسها، هي غرقانه تماما في الظلام، خوف ورعب. ايه اللي ممكن يتعمل لما الخوف والرعب يجولك من ابنك؟ بتطلع بتلاقيه قاعد وجارتهم قاعدة معاه بتهديه. بنلاحظ ان الام بقى بتبتدي تغير من الجارة لان الولد تحت السيطرة شوية والجارة موجودة، وبيبقى عندنا بقى هنا الام والجارة والابن ما بينهم. وبعد كده بنعرف ان الجارة دي بقى مش بس خجولة، لأ ده هي كمان ما بتعرفش تتكلم، عندها مشاكل في الكلام، عندها صعوبات في ان هي تتكلم، وبتتأتأ وبتاخد وقت طويل جدا عشان تقول اي حاجة. بتبتدي بقى الجارة تصاحبهم هما الاتنين، وتبتدي بقى ان هي تبقى زي بفر ما بينهم او
نوع من التخفيف للصدمات شوية في النص، بيحاولوا هما الاتنين يتكلموا معاها، بيلاقوا حد يعبروا معاه ويتكلموا معاه ويسمعهم بس لان هو ما بيتكلمش، فبتبقى هي في النص ما بينهم وبيتصاحبوا عليها والوضع بيتحسن تدريجيا. بنشوف ازاي هي وجارتها الاتنين مهمشين، الاتنين بيطلعوا في نص الكادر كده وشهم متاكل او اوت اوف فوكس. دي ثيم خلال الفيلم هنلاقيها دايما، ان هما الاتنين على جنب، دايما هما الاتنين في الضلمة، دايما هما الاتنين مهمشين. هنا بقى بنعرف من كلام الام ان ابنها عنده ADHD او فرط النشاط ونقص الاهتمام، وهو زي اضطراب نفسي بيجي للأطفال وأحيانا بيجي للمراهقين، بيسبب طبعا على حسب درجاته، ولكن في المجمل هو أنهم مبقاش عندهم قدرة على التركيز في أي شيء، وعندهم نشاط زائد جدا 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 عن الطبيعي. طبعا هو حالته شديدة جدا، فهو خارج تماما عن السيطرة، كل المؤسسات فشلت في أنها تساعدها، وكله شايف ان هي هتفشل، لكنها بتراهن على الحب وبتراهن على ان هي لو خدت بالها من ابنها وحبته ووقفت جنبه بشكل غير مشروط هتقدر ان هي تعيش حياة طبيعية زي ما اي ام بتحلم بابنها. هل ده كفاية؟ هل الحب يقدر يصلح حاجة زي دي؟ هل ارادة الام تقدر تصلح حاجة زي دي؟ بتبتدي بقى الجارة تبقى زي العجلة التالتة بقى هنا وتساعدهم، و بيغنوا وبيرقصوا وبيتبسطوا، وبيبقى فيه بقى سعادة لأول مرة في العلاقة دي. الدنيا ابتدت تتحسن، الموسيقى تبتدي تعلى، الألوان تبتدي تحلو، كل شيء ابتدى يبقى أحسن. يركبوا عجل وبنلاقيهم بيتحركوا لقدام، ماشيين لقدام، مفيش بقى الرجوع لورا. دلوقتي في خطوات بتتاخد، بتلاقي هي شغل وبتشتغل والدنيا بتمشي معاها كويس. الست التانية جارتهم بتقعد تذاكر له وبيبتدي يفهم منها وبيتحسن، وبنلاقيهم بقى وهم راكبين العجل ماشيين على الخط الأصفر، ماشيين في نص الطريق، ماشيين على التراك زي ما المفروض يكون. وهنا المخرج بيقرر ان هو يوسع الفريم في أجمل مشهد في الفيلم، ويورينا بقى ان هو ايه السبب اللي مخليه عامل الفيلم بالأسبكت ريشيو دي او بالمساحة دي وهي واحد لواحد، لان ده هنحسه بقى خلال الفيلم. الفيلم ده التركيز فيه سهل جدا، بس الفيلم نفسه مرهق جدا. كل مشهد بيجي فيه الولد بيتعبنا، احنا محبوسين معاهم في المربع ده وهم الاتنين محبوسين مع بعض في المربع ده، كل المشاعر مضروبة في 100، كل حاجة واضحة جدا وقريبة جدا وحميمية جدا. المربع والاسبكت ريشيو اللي مختارها المخرج برغم صعوبة ان هو ينفذ الفيلم بيها واللي هو قدر يعمله بنجاح مطلق، ولكنها بتكبر وبتعظم الشعور جدا، بتخلينا نحس ان احنا مع الشخصيات دي ومركزين جدا. وفي زمن الناس كلها ماسكة الموبايلات 24 ساعة مش هيبقى صعب ابدا علينا ان احنا نركز في فيلم حرفيا مربع وبيقول لك تبص فين، لان هو دايما الشاشة عليها حاجة واحدة بس. وهنا بقى بتحصل مصيبة، ان هو لما حرق الكافيتيريا في بداية الفيلم، ودي حاجة احنا ما شفناهاش في الفيلم ولكن شفنا نتائجها لما اطرد اهل الولد اللي كان في الكافيتيريا اللي اتصاب بشدة، بيرفعوا عليها قضية وبيطلبوا منها تعويض 75,000 دولار. طبعا هي مش لاقيه تاكل. جارها المحامي كان معجب بيها جدا ودايما بيستناها في الرايحه في الجايه، فبتقرر ان هي تحاول ان هي تقرب منه في مقابل ان هو يمسك القضيه. للاسف طبعا بيخرجوا وبيجي ابنها معاهم، الراجل لطيف جدا وجميل جدا، بيتعامله عادي جدا، ولكن هو دايما بيرد عليه بعنف وبيرد عليه بألفاظ وبيتعامل معاه بشكل بشع جدا، لحد ما الولد بيتخانق في المطعم وبيضرب واحد وبيبقى خلاص هيقتله، وهكذا لحد ما بتخسر فرصها تماما في ان هي تلاقي محامي. وطبعا هي هنا بقى وصلت للحضيض تماما، كل شيء انهار تماما، هي مش عارفة تعمل ايه، ما عندهاش حل لأي حاجة. بنشوفها بقى وهي في ظلام، وهم الاتنين في ظلام، والبيت غرقان في الضلمة، راحت الألوان وراحت الإضاءة وراحت كل حاجة. زي عادته دايما لما بيحاول يصلح حاجة بيصلحها غلط، فبيحاول انه ينتحر، وبيحطهم في استرس شديد جدا. بيلحقوه، بنشوفهم بقى على خلاف المتوقع بيطلعوا في رحلة والدنيا جميلة والحياة حلوة وكل الناس مبسوطة، وهم في الرحلة الام بتدخل في احلام اليقظة. سيكونس جميل جدا جدا وحزين جدا جدا، وهي واقفة بتحلم بابنها ان هو بيعيش حياة طبيعية، بيدرس وبينجح وبيتخرج وبيحب وبيتجوز
بيتجوز وبيخلف وبيرجع لها وبيحسسها ان هي نجحت في ان هي تبقى ام وان هو بقى انسان طبيعي زي اي طفل. وطبعا اللي هي بتحلمه ده حلم اي ام في الدنيا، ولكن بالنسبه له هو بعيد جدا وصعب. فبنشوف ازاي المخرج بيجيب اللقطه بعد كده على طول يطلعها من الفوكس، بعد كده يجيب لقطه تانية ويطلعها من الفوكس، وكانما الحلم حتى الحلم صعب وبعيد عليها مش عارفة تمسكه. بيروحوا باركينج كده وبيقفوا، طبعا الأم متوترة جدا، الجارة ورا متوترة جدا، الولد قاعد مش داريان بأي حاجة. بتنزل الأم وبترجع معاها 3 موظفين من المصحة، وبنعرف ان هي مضت على الطلب بتاع الاس 14 اللي هو ان ابنها ده خطر وان هي محتاجة ان الدولة تتدخل وتاخد بالها منه، وبيدخلوه مصحة. ففعلا بيجوا وفي مشهد صعب جدا ومرهق جدا عاطفيا، الولد بقى بيقاوم وهم بيقاوموا من الناحية التانية، والام بتعيط في الناحية التالتة، والجارة بتعيط في العربية، وحاجة مشهد صعب صعب صعب، والموسيقى بتختفي والالوان بتختفي والزوايا مش مريحة. كل حاجة في المشهد ده متعبة جدا 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 زي ما المفروض تكون، لان ناس كتير جدا وهي بتتفرج على الفيلم ده، انا شخصيا كنت من الناس دي قبل ما ابقى اب، لما كنت بشوف المشهد ده بقول طب ما تسيبه عادي، ايه المشكلة؟ خلاص هو الولد لا يصلح ان هو يعيش مع المجتمع، الولد صعب جدا وهيدمر حياته وهيدمر حياة امه، طب ما تسيبه. ولكن دلوقتي بعد ما بقيت اب المشهد ده تغير تماما بالنسبة لي، فهمت هو ليه صعب بالنسبة لها ان هي تسيب ابنها. اللي بيشوف الحاجة دي من بره مش زي اللي بيعيشها من جوه خالص، فالموضوع ده صعب جدا، والمشهد ده مثل ده بشكل صحيح جدا ومنطقي جدا وحقيقي جدا. بعد كده الجارة بتيجي تزورها وبتقول لها ان هم هيمشوا وان هي مش بتحكم عليها، ولكن بترد عليها ان هي عندها امل وعندها طموح، فالعالم بما ان هو ما فيهوش امل كتير هي عارفة ان هي هتكسب في الاخر. طبعا هي مش هتكسب في الاخر. بنلاقي الجارة رجعت تتأتأ تاني، وان كنا لاحظنا طوال الفيلم ان هي بطلت تتأتأ وهي مع الام وابنها، ولكن لما بترجع بيتها بتتأتأ والكلام بيروح منها. دلوقتي بعد ما كانت اتحسنت رجعت تتأتأ تاني، وكأنما هي الوقت الوحيد اللي بتتكلم فيه كويس لما بيكون الولد موجود. وبنلاقي بينهم في المشهد ده حواجز، وكأنما برضو الولد كان هو الرابط ما بينهم. انا حاولت افكر في حاجة اقولها على نهاية الفيلم ده، ولكن انا لما شفت الفيلم ده اول مرة، الفيلم ده من الافلام اللي حببتني جدا في السينما، وهو يمثل كل ما المفروض يكون موجود في السينما، مشاعر وحرفية عالية جدا في صناعة الفيلم نفسه. مشهد النهاية ده من المشاهد اللي فعلا بتعلم مع الواحد وبتفضل في دماغه، لان هو كمان فيه اغنية مشهورة جدا في المشهد ده بتشتغل، الاغنية دي اتربطت في دماغي للابد بالمشهد ده. لما بقى بيفك نفسه وبيطلع يجري من الأمن جوه المصحة، وبنشوفه بقى وهو بيجري ناحية الشباك، وبينتهي الفيلم نهاية مفتوحة، ما بنعرفش هو نط ولا ما نطش ولا ايه اللي حصل، ولكن النظرة اللي على وشه قبل ما الفيلم ينتهي والابتسامة دي بتقول كتير جدا، بتقول انا ماليش مكان هنا وانا عارف ده، بتقول حاجات كتير جدا، وفعلا مشهد مؤثر جدا وقوي جدا، ختمة رائعة لفيلم رائع. فيلم مامي ممكن يكون ما بيناقش أكبر قضية في العالم، ما بيناقش حاجة صعبة على مشكلة مجتمع أو مشكلة دولة، بيناقش مشكلة بشرية، بيناقش مشكلة فعلا أي شخص هيتفرج على الفيلم هيحط نفسه في مكان الشخصيات دي، هيحس إحساس مرعب جدا ومخيف جدا، وهيحس بانعدام الأمل. الفيلم ده فعلا قادر إن هو يكسر القلب، وفيلم فعلا قوي جدا وفعال. دولان بيسموه كان دارلينج، يعني هو محبوب جدا في مهرجان كان من اول ما دخل اول مرة لحد دلوقتي، هو دايما لما بيخش كان بيعمل ضجة جوه. الفيلم ده لما تعرض في كان خد 12 دقيقة ستاندينج اوفيشن، يعني الناس وقفت 12 دقيقة تسقف للفيلم، بيقفوا 12 دقيقة. الفيلم خد 54 جايزة و66 ترشيح، واخد جايزة لجنة التحكيم من كان، وترشح للسعفة الذهبية. على IMDB الفيلم واخد 8/10، وعلى ميتا كريتيك الفيلم واخد 74/100، على روتين توميتوز الفيلم واخد 89 من الجمهور و88 من النقاد. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، احب اسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة من ارت لاب.